الحقيقة يعني عندي مجموعة من التعقيبات على تعليقات بعض الشباب أو بعض المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإحنا بنواجه حملة ممنهجة من أعداء الوطن والإخوان وأصحاب المصالح وغيرها. ناس كتير متضايقة أننا بننبه لخطر الإخوان وعودة حكم الإسلام السياسي مرة تانية في مصر، وشايفين أننا عاملينها فزاعة علشان الناس ما تتكلمش وما حدش يطالب بحقوقه وكل الكلام ده. والحقيقة إحنا بس بنفكر الناس أن جماعة الإخوان الإرهابية هي جماعة نفعية من الدرجة الأولى، موجودة على الأرض، عناصرها لسه موجودة مستنين الفرصة بس عشان ينقضوا. هدفهم في الوقت الحالي خلق حالة من الفوضى، مش بس خلق حالة من الفوضى، لكن هم كمان بيقدموا نفسهم بديل للفوضى، وده حصل بالفعل لما نشوف البيانات اللي نازلة من أعضاء الجماعة والهاربين في الخارج والحلول البديلة اللي هم بيطرحوها، لأن هم خلاص يعني شايفين أن الوضع حاليا بيقول إلى أن هم البديل علشان مصر ما تدخلش في حالة من الفوضى، على أساس يعني أن هم نجحوا في مخططاتهم المعادية لمصر. خلق حالة من الفوضى بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بأنه حضرتك وجماعة الإخوان المسلمين طبعا متعاطف معاهم، بيشوف أنه لازم نوهم الناس بأنه في حالة من الغضب العارم في الشارع المصري، وأنه البلد متأزمة، وأنه الأوضاع وحشة وصعبة والحاجات دي كلها. فأنت عندك مشكلة اقتصادية، عندك أي مشكلة بتواجهك في حياتك، بتفتح صفحات الفيسبوك بتلاقي أنه في فيديوهات كتيرة قوي عن ناس برضو عندها نفس مشاكلك، وبالتالي يوصل لك أنه في حالة غضب عامة، وأنه الناس كلها عندها مشاكل، وأنه البلد متأزمة وفي حالة صعبة جدا، وبالتالي أنت تدخل في المود ده وتبتدي لا إراديا تردد الكلام اللي بيتقال، ويبقى عندك استعداد لأي عمل بيطلب منك. دي حالة الفوضى اللي هم عايزين يدخلوا فيها المصريين واللي فشلوا أنهم يعملوها. ده بيحصل؟ بيحصل. أنا ما بجيبش كلام من عندي. امبارح المكالمة اللي متسربة للإرهابي اللي اسمه هاني صبري اللي بيطالب فيها أعضاء الإخوان في مصر بأنهم ينزلوا الشوارع يسجلوا فيديوهات للمصريين اللي عندهم مشاكل. كلنا عندنا مشاكل، اللي تقول لك الأسعار غالية، اللي تقول لك مصاريف المدرسة، اللي تقول لك الدروس، كل واحد عنده مشكلة ممكن يقولها، وتترفع الفيديوهات دي على وسائل التواصل الاجتماعي عشان تبين للناس مش بس في مصر، بره مصر كمان، ان في حالة من الغضب العارم ضد الدولة، وانه البلد متأزمة، وانه المشاكل بتحصل و و و و و وبالتالي انت تدخل في دايرة اليأس اللي هم عايزين يدخلوا تحديدا الشباب فيها. يعني بمعنى اصح هي حرب إعلامية من الدرجة الأولى، حرب إعلامية الوقود بتاع الحرب دي هو المصريين، هم عايزين كده، هم مش عايزين هم اللي يواجهوا المرة دي، هم عايزين المصريين وخاصة الشباب هم يكونوا وقود الحرب دي في الفترة اللي جاية. طيب في ناس بتقول انتوا بتقولوا كده ليه؟ جماعة الإخوان ما بقتش موجودة. موهوم اللي يقول ان جماعة الإخوان ما بقتش موجودة. الجماعة دي اتحلت تقريبا 3 مرات واتصدرت أموالها واتحبس عناصرها، لكن الهيكل لسه موجود. الشباب المؤمنين بأفكارهم لسه موجودين، الناس المتعاطفة معاهم لسه موجودة، الفكرة لسه موجودة. وإحنا عندنا تقصير إننا ما بنحاربش الفكرة بفكرة تانية، يعني إحنا ما بنحاربش الفكر بالفكر، وده تقصير من عندنا، لكن الفكرة موجودة. وبالتالي اللي يقول إن الإخوان مش موجودين لا غلطان، موجودين ومستنين يركبوا الموجة في أي لحظة. طيب نطمن؟ نطمن طبعا، لأن كل اللي عملوه وبيحاولوا إن هم يعملوه، ومن الجمعة اللي فاتت ومحاولات التقليب والتأويل ونشر فيديوهات كاذبة على الفيسبوك والقنوات المعادية للدولة المصرية ما نجحتش، بدليل إنه من امبارح مواقع الإخوان عندها حالة من الشيزوفرينيا. تخيلوا شبكة رصد امبارح بتنشر تعليقات الرئيس ترامب على السؤال اللي وجه ليه من أحد الصحفيين وبيسأله عن أنت شايف الأوضاع إزاي في مصر، قال له أن الاحتجاجات والمظاهرات موجودة في كل مكان، وأنه السيسي قائد عظيم، وأنه قبل السيسي كانت مصر في حالة فوضى. تتفق أو تختلف مع اللي بيقوله الرئيس الأمريكي، لكن ده واقع هو قاله امبارح. وبالتالي قنوات الإخوان ومتابعين قنوات الإخوان وشبكات الإخوان كان عندهم امبارح حالة بانيك، عندهم صدمة من اللي بيتقال، وفشلهم معناه أنه في مزيد من المحاولات. يعني توقعوا في الأيام اللي جاية أنه في المزيد من محمد علي، المزيد من وائل غنيم، المزيد والمزيد، علشان الحرب لسه مستمرة. يعني عايز أضحككم على حاجة بس، امبارح
كان في واحد من الإعلاميين بتوع الإخوان تقريبا اسمه جمال ريان، كان عامل كده إيه زي ما تقولوا حاجة شبه تقرير، أو زي ما بيقولوا كده إيه مجموعة من الاختيارات أنت تختار منه استفتاء. كانوا بيستفتوا على إيه؟ هل الرئيس السيسي راجع ولا مش راجع؟ هل الثورة نجحت ولا ما نجحتش؟ على قنوات الإخوان وعلى مواقع الإخوان. تخيلوا إن النتيجة إيه؟ 62% من اللي صوتوا في هذا الاستفتاء عارفين إن الرئيس سيعود مرة تانية، لأن كل اللي هم بيعملوه ده مجرد هراء. تخيلوا الحرب الإعلامية وصلت لحد إيه؟ وتخيلوا فشلهم حتى على مواقعهم. الحرب مستمرة، مستمر. احنا محتاجين اننا نحشد انفسنا عشان نواجه كل الحروب الاعلامية دي، محتاجين نعمل كده، وده مش هيحصل غير بوعي المصريين اللي تجسد حقيقي في فشل دعواتهم يوم الجمعة اللي فاتت.